زمن المجيء والميلاد هو الوقت اللي يمكن أن نوصفه بأكثر الأوقات فرح وحبة. الأمور اللي بتصير فيه كلها متوقعة، من تزيين شجرة الميلاد، ووضع المغارة، زيارة الأهل والأصدقاء، شراء الهدايا، المشاركة في تقاليد معينة داخل العيلة وخارجها، وغيرها من الأمور اللي دائما متعودين أن نعملها كل سنة. العيلة كلها معجوقة والهدايا بلشت تتعبى تحت الشجرة لدرجة أنه المغارة بدأت تختفي من كتر الهدايا. الأولاد الصغار بيستنوا بابا نويل، والكبار فرحانين على فرحة الصغار. جو البيت كله فرح، والخوف ما إله محل في هذا الوقت من السنة. فرح وزين عيد الميلاد، وساحة المدينة صعيد ولاد، وأمل جديد وحب جديد في عيد الميلاد. فرح وزين عيد الميلاد، وساحة المدينة صعيد ولاد، وأمل جديد وحب جديد في عيد لو صار إشي نحن مش متوقعينه. كيف رح تكون ردة فعلنا؟ وهون يجي الخبر المفاجئ والصار. عجوبة قصة الميلاد كلها ما كانت متوقعة بحياة مريم. خلينا نتطلع على قصة الميلاد ونحاول نحلل كيف بدأ. كلياتنا بنعرف إن الحكاية كلها بدأت بفتاة من مدينة الناصرة بتطلع للمستقبل بفرح ومحبة، والحب كان يعبي قلبها. كانت بتحضر حالها لبداية حياة جديدة مع خطيبها يوسف. كان عندها كتير أمور مهمة ومتوقعة أنها تصير، عجقة العرس والتحضيرات وحفل الزفاف وكل الأمور الطبيعية اللي بتصير قبل العرس. بس وبفجأة صار الغير متوقع. اتدخلت مشيئة الله في حياة مريم وغيرت المتوقع، وغيرت اتجاه حياة مريم كلها. تدخل الله وقلب لإلها الموازين. الشعب كله كان يعرف إنه بحسب النبوءات إنه المسيح المنتظر راح يكون بمثابة الجسر اللي بوصلنا للآب السماوي. وعرفت مريم النبوءات اللي بتقول إنه المسيح المنتظر سيولد من العذراء، ولكن عمرها ما فكرت إنه هي راح تكون هاي العذراء. إن كنت تعلمين أن ابنك يسوع سيمشي فوق الماء، هل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة، أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ أن ابنك الوليد يمنحنا الحياة. إن كنت تعلمين أن ابنك الحنون سيفتح العيون وبيده يهدئ الرياح يأمرها بالسكون، أو تعلمين أن له تسود كل الملائكة وإن تقابليه فدا وكلها. إن كنت تدركين أن ابنك الولي صانع الوجود، أو هل تعلمين بدأ بحدث غير متوقع وغير منطقي بنفس الوقت؟ كيف ممكن للعذراء أنها تحبل؟ كيف رح تواجه المجتمع اللي كان ولا يزال بيعتبر أن الحبل خارج الزواج هو عيب أخلاقي؟
الشعب كله كان عم بينتظر المخلص اللي رح تولده العذراء، ولكن عن أي عذراء عم نحكي؟ وإمتى رح يجي هذا المخلص؟ مريم ما فكرت ولا يوم إنها رح تكون هي المرأة والعذراء اللي رح تجيب الفادي للعالم ليخلص شعب الله. أجاها الملاك وأحكاله: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعم، الرب معك. خافت مريم. كمل الملاك وأحكاله: ستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، يعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فأجابت مريم بخوف وتعجب: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار بشرا، ونحن صرنا أبناء الله. الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار بشرا، ونحن صرنا أبناء الله. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى لوقا. بيحكي لنا أن مريم اضطربت من سلام الملك قبل ما حتى يخبرها الخبر المفاجئ والغير متوقع. كيف كانت حال مريم؟ وإيش صار لما سمعت هذا الخبر؟ بدأ الملاك بكلمات كتير لطيفة ومطمئنة: السلام عليك يا مريم. ولكن مع هذا خافت مريم من هاي الكلمات. إيش يعني هذا الكلام؟ لاقت حال مريم بحالة من الغموض: كيف يكون هذا؟ أجا الخبر الغير متوقع. خافت مريم وتضللت بإشي كتير أكبر من عقلها وتصويرها. كلياتنا منوقف بالمساحات المضللة تاعتنا، ولكن ما منقدر نشوف النور. كتير صعب إنه نكتشف إيش فيه بالظلمة. عدد كبير منا بفضل إنه يضله بالعتمة، لأنه بخاف يمشي خطوة لقدام عشان ما يوقع بإيش هو مش معروف. ممكن إنه نخدع حالنا ونقول إنه هذا المكان نحن منرتاح فيه لأنه نحن مننتمي لإله، حتى ولو كان هذا المكان عتمة. ولكن نحن لازم نمشي لقدام في إيمان. نقدر نعيش الإيمان الحقيقي لما يصير الإشي الغير متوقع. رد مريم كان نابع من معرفتها إنه الله دايماً رح يعطيها الأفضل. الرد على دعوة الله اللي كان دايماً مليان بالإيمان، ما أعطت فرصة للخوف والخجل إنه يسيطر على حياتها. الكتاب المقدس ما بيحكي لنا إنه مريم أخذت وقتها بالتفكير، ولا إنه راحت تتشاور أي حدا بشأن مصير حياتها. تخلت مريم عن مشروع حياتها على الفور. تخلت مريم عن كل إشي، ودخل فرح جديد وفريد من نوعه على قلبها. حست بشرف ونعمة عظيمة إنه الله كلمها واختارها بين جميع نساء المعمورة. هذا اللي عملته مريم. تساءلت كيف ممكن إنها تكون هي أم المخلص؟ وهذا التساؤل مش خطيئة أبداً، لأنه هي حبت إنه تعرف مشيئة الله في حياتها. ولما اكتشفت إن مشيئة الله في حياتها هي أن تكون أم المخلص، قبلتها بفرح وسعادة. إيمان مريم بعظمة الآب خليها ترد على دعوته بكل سرعة، لأنه هي متأكدة إنه الله دايماً رح يعدلها طريق المستقبل. أنا أمة الرب، فليكن لي حسب قولك. أنا أمة الرب، فليكن لي حسب قولك. كيف
أبدا ولم أعرف رجلا أبدا. كيف يكون هذا ولم أعرف رجلا أبدا. لكن حبك دبر بي دروب حب يمشي فيها من يريد. لكن حبك دبر بي دروب حب يمشي فيها من يريد. لكن حبك دبر بي دروب حب يمشي فيها من يريد. لكن حبك دبر فليكن لي حسب قولك. أنا أمة ربي فليكن لي حسب قولك. كيف يكون هذا ولم أعرف رجلا أبدا. كيف يكون هذا ولم أعرف رجلا أبدا. لكن حبك دبر بي دروب حب يمشي فيها من يريد. لكن حبك دبر بي بحسب قولك. بموافقة مريم بدأت مسيرة الخلاص على الأرض، وعلى الرغم من صعوبة الموقف اللي كانت تمر فيه، فهي عرفت إنه عم تعمله هلأ هو من أجلها ومن أجل خلاص العالم ولمجد ملكوت السماوات اللي رح يتجسد بمولودها الصغير. من هون اكتشفت مريم إنه هذه بداية نعمة إلهية في حياتها. بكل تواضع وبعيدا عن الغرور والكبرياء، حملت مريم طفلها اللي كانت تعرف إنه رح يجيب الخلاص لكل العالم من دون استثناء. نعمة الله اللي كانت مع مريم من قبل ما حتى تنولد ما كانت جائزة حصلت عليها مريم، ولكن كانت وجود الله معها وفيها.
عشان هيك مريم قدمت ذاتها كله خادمة للرب، وحطت كل أحلامها ومشاريعها على جنب عشان الله يعمل إيش بده في حياتها. قبول مشيئة الله في حياتنا أمر مش سهل. دايماً نحن منقول الله يبعث فيه الخير، ولكن لما بتيجي مشيئة الله بتكون عكس اللي نحن كنا مخططين له، وكل مخططاتنا بتتغير، منقول يا ربنا هذا مش وقته. ولكن تعلمنا من مريم إنه مشيئة ربنا بتتدخل في حياتنا من دون أي وقت ولا توقيت. نحن ما بنعرف إيش ربنا بده منا غير لما يحكي لنا، فخلونا نسمح لله إنه يحكي لنا إيش بده من حياتنا وإيش هي مشيئته في حياتنا، لحتى نكون على مثال مريم ونقول أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. علمتنا مريم إنه الله أهل للثقة ولازم دايما نتكل عليه. خلونا نحن كمان نفكر إنه ممكن الأمر الصعب والغريب والغير متوقع اللي ظهر فجأة بحياتنا هو مجرد بداية لإظهار نعمة الله في حياتنا، حياة الناس اللي حوالينا، لأنه نعم ربنا ما بتنتهي ودايما موجودة حوالينا، بس نحن علينا ننتبه ونفتح عينينا وقلوبنا وعقلنا لقبول مشيئته في حياتنا كيف ما كانت تكون هاي المشيئة، لأنه ربنا دايما يتمنى لنا الخير.